اللي انتي محققتيهوش في 2017 ونفسك تحققي؟ نفسي احققه ان انا اجيب درجات اعلى من السنه اللي فاتت، عشان السنه دي صعبه شويه عن السنه اللي فاتت. ثالثه اعدادي اتجوز البنت اللي انا بحبها وخلاص. هي اتجوزت سابتني انا في الكليه، انا مرمي في الكليه امال اسقط وهي متجوزه. طب انا خلفك كمان. هي مش حاجات كتير صراحه، كانت سنه لطيفه يعني، بس كنت المفروض ان انا انضم النادي بس ما حصلش نصيب يعني. 2017 كان بالنسبه لي عام مشؤوم، لانه هناك دمار وحرب في وطني. ان انا بقى لعيب كوره. انا كان نفسي انجح في 2017 بس الحمد لله الموضوع ده مش هيحصل. لا انا لسه الموضوع هيتحقق في 2018 بس مش هيتحقق. ايه اللي كان نفسك تحققه في 2017 وما تحققش؟ كل حاجه. ان انا يبقى معايا فلوس. ارتبط. على المستوى الشخصي كنت اتمنى يبقى في بعض الاستقرار، تمام، واتمنى ان 2018 تكون اكثر استقرارا بالنسبه لي. على المستوى العام اتمنى ان بعض الالفه تسود بينا عموما كمصريين. اتمنى ان انا اتخرج من الكليه اللي انا فيها دي، بقالي كتير فيها قوي. ان انا اصحى انام الاقي نفسي خلصت جامعه وكل حاجه. انا في ثالثه اعدادي. احقق امن يسود وطني اولا، ويحقن دماء ابناء شعبي، كذلك امن وسلام للمحروسه مصر ام الدنيا والتي لا اشعر فيها بغربه، احست بوطني واهلي هنا في القاهره. على المستوى الشخصي، بالنسبه للشخصي اكتر تبقى يعني الشغل يبقى احسن، البلد تبقى افضل، الناس تبقى مؤدبه اكتر. لما اكبر ان شاء الله اروح لليمن واحرر اليمن من ميليشيات الحوثي، ومصر ام الدنيا ارتحنا فيها كثير. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we